بتبدأ الحلقة السابعة من مسلسل المتهمة برضا، وهو حاطط المطوة على رقبة عز، بيقول له اطلع اوعى تتهور لحسن اجيب اجلك وامشي زي ما بقول لك. بنروح بعد كده لنورهان وهي قاعدة في اوضتها اللي محبوسة فيها بتتصنعت على مليجي وعبود. عبود لما بيرجع من المشرحة بيقول لمليجي ان هم جابوا جثة مراد وشرحوها تاني، وان الدكتور امجد قال انها مش جثة مراد. عبود بيشكط فيه يقول له خلاص سمعت وبط صوتك، تعالى نتكلم بره. لما مليجي وعبود بيخرجوا بره، مليجي بيشكط في عبود ويقول له انت عملت شغلانه مراد دي من ورايا واخدت فلوسها لوحدك، واحنا ما كناش متفقين على كده. عبود بيحاول ينكر لكن مليجي مش بيصدقه وبيهدده انه هيقتل نورهان لو ما اخدش حقه من عمليه مراد. في الاخر عبود بيقول له ماشي يا ابو مخ غشيم، هجيب لك فلوسك، روح بقى خلي بالك من البيت عقبال ما اروح اجيبها لك. رضا بياخد عز الدين على حته مقطوعه وينزله من العربيه وينزل فيه ضرب ويقول له ده حق اختي وامي، لسه حق نورهان، لو جرالها اي حاجه مش هرحمك. بعد كده عبود بيتصل على تليفون عز الدين بيقول له هو ده اللي معاه نورهان؟ بيقول له ايوه. رضا بيقرب عليه التليفون يقول له انا هفتح المكالمه، اوعى تشغل دماغك. لما رضا بيفتح المكالمه عبود بيقول لعز الدين جهزت الفلوس؟ عز الدين بيقول له ايوه. وكده عرفنا الشنطتين الكبار اللي حطوهم عز الدين في الشنطه كانوا بتوع ايه، ال4 مليون اللي عبود عايزه. بعد كده عز الدين بيساله قابلك فين؟ عبود بيقول له استنى مني تليفون بالزمان والمكان. رضا بيحاول يشد عز الدين من شعره بيطلع في ايده بيقول له ايه ده انت لابس باروكه؟ ومن ساعتها عز الدين ما بقاش يلبسها. المشهد التالي لهشام بيروح مستشفى القطاميه ويقابل حد من الممرضين اللي كان موجودين يوم حادثه مراد. عطاء الممرض بيقول اليوم ده كان صعب قوي والجثث كانت كتير، حتى المشرحه هنا اتملت وبعتنا نسال زمايلنا يساعدونا في الموضوع ده. ومن اوائل الناس اللي جت عبود فني المشرحه، جه هنا وخد مجموعه من الجثث هناك للمشرحه عندهم. هشام بيساله انتوا سجلتوا بيانات الجثث ازاي؟ عطية بيقول له كل الجثث بتاعت حادثة الاتوبيس اتسجلت هنا، سواء جزء اللي قعد هنا او جزء اللي خرج بره، وده بناء على البيانات الورق اللي لقيناه في الهدوم. بعد كده المخرج بيورينا فلاش باك للي عمله عبود يوم الحادثة. عبود من اوائل الناس اللي جم ساعة الحادثة وكانت لسه في جثث ما اتسجلتش بياناتها. عبود دخل في اوضة وطلع بطاقة مراد والفيزا كارد بتاعته، وصلوا له ازاي هنبقى نعرف بعدين. وطلع ولعت السجاير بتاعته وقعد يولع فيهم من الجناب بس ساب البيانات واضحة. وراح بعد كده على جثة من الجثث الموجودين وفضى جيوبها من أي ورق يثبت هويتها وحط بدلهم البطاقة والفيزا بتوع مراد. بنرجع تاني من الفلاش باك للحاضر، هشام بيروح متصل بعصام يقول له طلع لي إذن نيابة وهات لي عبود بتاع المشرحة. بنروح بعد كده في المشهد التالي لنورهان اللي قعدت تتعبس في الأوضة لغاية ما لقت حتة حديدة بتحط الكرسي تقف عليه علشان تحاول تشيل الخشب اللي الشباك مقفول بيه. ما بتلحقش تعمل حاجة لأن مليجي بياخد باله وبيخش يوقعها من على الكرسي وبيحطها على السرير وبيحاول يغتصبها. مليجي كان لابس بنطلون جينز وحاطط في جيبه الخلفي مفك. أثناء ما مليجي نايم فوقيها وبيحاول يغتصبها وهي بتقوم وإيديها بتيجي على الجيب اللي فيه المفك، بتمسك المفك وتروح ضربه في رقبته بيقع سايح في دمه. بتقعد تدور على مفتاح الباب في هدومه بس ما بتلاقيهوش. بتلاقي مطوة بتاخدها منه وبعد كده بتلاقي كلبش في الأوضة بتكلبشه بيه. بنروح بعد كده للمستشفى اللي فيها سارة، الدكتور بيعدي عليها ويطمنها بيقول لها انت نزفت كتير بس الحمد لله الجنين وضعه مستقر. بعد كده سارة بتقعد تسرح في ذكريات ليها مع نورهان. نورهان بتقول لسارة ان شريف لي اخ توأم اسمه مراد، وبتقول لها ان هي مش بتستريح لمراد ده خالص. رشيد كان قاعد قريب بينهم وسمع كلامهم بيقول لهم انا كمان مش بحب مراد علشان كان زمان طول عمره بيضربني ويعمل نفسه شريف، لكن انا الوحيد اللي كنت بعرف افرقهم من بعض. بنفهم بعد كده من الذكريات ديت ان سارة اتقربت من مراد وبقى في بينهم علاقة. وناخد بالنا هنا يا جماعة ان نورهان كانت بتقول ان سارة كانت على علاقة بشريف، وبناء على الذكريات اللي احنا لسه متكلمين عنها ديت سارة كانت على علاقة بمراد. هل كانت بتلعب على الاتنين ولا لا؟ ده اللي احنا هنعرفه بعدين. وفي حاجة تانية، هل الجنين اللي في بطنها ده ابن شريف ولا مراد؟ هنعرف بعدين برضه. ونرجع تاني للذكريات بتاعت سارة، بتفتكر موقف ليها هي وعز الدين، بتقول له انا عندي ليك فكره جهنميه هتخلي كل اللي انت عاوزه تحت ايدك. ايه هي الفكره ديت هنعرف بعدين. بنروح لهشام اللي بيروح يقابل خبير البصمات. الخبير بيقول له احنا لقينا بصمه غريبه على كوبايه موجوده في مسرح الجريمه، ملهاش اي علاقه ببصمات نورهان ولا شريف، بس لسه ما عرفناش بتاعت مين، اول ما اعرف هبقى ابلغك. المشهد التالي العصام اللي بياخد القوه ويروح عشه عبود ويفتشوها. عصام بعد التفتيش بيتصل بهشام يبلغه ان هم ما لقوش حاجه غير شويه عظم بشري، فهشام بيقول هاد بتوع البحث الجنائي مشطوا المكان يمكن يلاقوا حاجه، ويبعت العظم للمعمل الجنائي. ليلا رضا بيتصل بمصطفى يجيله. لما مصطفى بيجيله المنطقه المقطوعه اللي واخد فيها عز الدين، مصطفى بيقول له يا نهار اسود انت خطفت الراجل؟ رضا بيقول له اسكت دلوقتي وهبقى احكي لك بعدين.
مصطفى لما بيهدى بيقول له عندي ليك اخبار حلوه، انا عرفت ان شريف كان عامل لنورهان توكيل عام رسمي لكل املاكه، وكان كاتب لها البيت الكبير بيت العزازيه بيع وشراء، وده معناه ان هي ما كانتش محتاجه تقتل شريف اصلا علشان تاخد املاكه، يعني ما عندهاش دافع لقتل شريف. الحاجه التانية ان الواد السواق اللي عمل الحادثه مع نورهان طلع سوابق ومن نفس بلد العزازيه منشيه النويهي، يعني اللي قتل شريف هو اللي وزع عليها الواد دوت علشان يقتلها. رضا يقول له شفت يا مصطفى، انا احساسي ان نورهان دي بريئه من الاول. هل رضا هيطلع احساسه صح؟ هنعرف بعدين. رضا بعد كده بيقول له خلي امي واختي عندك لحد ما الموضوع ده يخلص. نرجع بعد كده لعبود اللي راح يشيته وجاب الفلوس لمليجي وجه. لما بيخش الاوضه عند نورهان بيلاقي مليجي مرمي على الارض وسايح في دمه، وهي نايمه على الارض وعامله نفسها مغمى عليها. عبود بيطلع المسدس بتاعه وبيوطي يشوفها، بتغفله وتروح ضربه في كتفه اليمين بالمطوه، وتروح خاطفه منه المسدس وتقعد تهدده بيه، وتحذف له كلبش تاني لقيته جوه الاوضه وتخليه يربط نفسه في راس السرير الحديد، وتاخد مفتاح الباب بتاع عبود وتفتح الباب وتخرج تجري. عبود بيفك راس السرير ويحرر نفسه ويطلع يجري وراها، وهي بتجري بتتكعبل وتقع والمسدس بيقع من ايديها بعيد. عبود بياخد المسدس ويقبض عليها تاني ويرجع يكلبشها في السرير. بنرجع بعد كده رضا اللي بيخلي عز يتصل بعبود. عبود بيقول لعز الدين انه جاهز وهيبعت له اللوكيشن اللي هيسلمه فيه نورهان. عز الدين بيكون قاعد في الكنبه الورانيه بتاعت العربيه، بيخفل رضا ومن غير ما رضا ياخد باله بيفتح ظهر الكنبه الورانيه. بعد كده عز الدين بيقول له انا عاوز اعمل حمام. رضا بياخده حته بعيد عن العربيه وبيقول له انجل. بيتصل باخته عقبال ما هو يخلص بيطمن عليها وعلى امه. بيلاقي ياسر عندهم في البيت. نهى بتدي تليفون لياسر عشان يكلم رضا. ياسر بيعتذر لرضا ويطلب ان هو يسامحه ويرجع له تاني اخته. بنروح بعد كده لهشام اللي بيجي لعصام على عيشه عبود. كان واقف بيشرب سيجاره وبيطفيها على الارض، بيحس بكده تحت رجله بحاجه غريبه. بيطلب من العساكر يشيلوا السجاده، بيلاقوا المخبأ اللي عامله عبود وشال فيه الفلوس والاجنه. بنروح بعد كده لرضا. لما عبود بيبعد اللوكيشن على موبايل عز الدين، رضا بيربط ايد عز الدين ويحطه في شنطه العربيه وياخد العربيه يروح بيها على اللوكيشن. المشهد التالي لدكتور البحث الجنائي بيتصل بهشام بيبلغه ان البصمه اللي لقوها على الكوبايه طلعت خاصه بمراد العزازي. هل مراد هو اللي قتل شريف ولا لا؟ هنعرف بعدين. مروه طليقه هشام بتتصل بيه وتطلب منه تاخد سلمى يوم الخميس عيد ميلاد بنت واحده صاحبتها. بيرفض الاول لكن بعد كده بيوافق. بنرجع بعد كده لرضا اللي سايق عربيه عز الدين. عز الدين بيخرج من الشنطه من خلال ظهر الكنبه اللي فتحه من غير ما رضا ياخد باله، ويخنقه بايده وهو بيقول له وقف العربيه يلا. رضا يقول له هتموتنا ابن المجنونه، ويفقد السيطره على العربيه ويدخل بيها في عمود. عز الدين بيستغل الفرصه وينزل من العربيه ويقف في نص الشارع وهو بيصرخ الحقونا الحقونا في حرامي في العربيه. رضا طبعا ما بيجرالوش حاجه عشان الايرباج فتح. بياخد موبايل عز الدين ويهرب من غير ما هو ياخد باله. بنروح بعد كده العبود اللي بياخد الفلوس اللي كان جايبها لمليجي ويحطها في الشنطه ويرجعها تاني للعربيه عشان يفتكره مات. عبود بيرجع لنورهان علشان يفك الكلبش بتاعها علشان لما عز الدين يجي ياخدها. المفاجأة إن مليجي بيطلع عايش وبيبقى متغاظ من عبود علشان ما أنقذوش، وكمان لما فاق لقاه واخد الفلوس لما افتكره مات. الأوضة اللي كانوا حابسين فيها نورهان بتبقى مليانة أنابيب وتجاز، بيجيب واحدة منهم ويضربه بيها على دماغه، بيقع مغمى عليه. عبود كان فك إيد نورهان قبل ما مليجي يضربه بأنبوبة البوتاجاز، ولما وقع مغمى عليه خطفت من إيده مفاتيح العربية وجريت على بره. مليجي بيحس إن هو كده كده ميت فعايز ياخد عبود معاه. بيقعد على الارض ويفتح انبوبه البوتاجاز ويطلع الولاعه عايز يولع سيجاره. عبود في اللحظه ديت بيفوق ويشوفه هو بيعمل كده، بيقول له هتعمل ايه يا ابن المجنون هتموتنا. عبود الغبي بيطلع مسدسه ويضرب طلقه على مليجي، ولما عملتوش الولاعه عملته الطلقه اللي ضربها على مليجي. شراره الطلقه بتخلي الغاز يولع والمكان بينفجر. في نفس اللحظه نورهان كانت دورت العربيه وبتهرب بيها. وتنتهي الحلقه. الروابط للحلقات التالية هتظهر لك في نهاية الفيديو، ولو ما ظهرت لكش هتلاقي في نسخة منها في صندوق الوصف أسفل الفيديو. لا تنسى الاشتراك وتفعيل الجرس ومشاركة الفيديو مع أصحابك، ولو كومنت حلو صغير كده هكون شاكر ليك جداً.